طبعا كلنا عارفين خطر الإصابة بالندوة المتأخرة سواء في البطاطس أو الطماطم أو البياض الزغبي في القرعيات، ممكن في النهاية تؤدي إلى هلاك المحصول بالكامل، وبالتالي في خسائر كبيرة جدا في المحصول. علشان كده الفيديو النهاردة عن أهم مبيد بيوقف الإصابة بالندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم والبيض الزغبي في القرعيات خلال 6 ساعات بس. طب ايه هي اهم مميزات المركب وفترة الحماية للنبات قد ايه، وهل بيقبل الخلط مع الاسمدة المبيدات ولا لا؟ كل الاسئلة دي هنجاوب عليها من خلال الفيديو، خليك معانا. ولو حضرتك حابب تشترك معانا في القناة ممكن تشترك معانا في القناة وتدوس على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك اشعار بكل فيديو بنحمله على القناة، ونبدأ مع بعض الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي متابعي قناة زراعة اونلاين، معاكم المهندس محمود ادم. الفيديو النهاردة عن مبيد انا بسميه المنقذ للفلاح او المزارع او المهندس. طب ليه؟ هنعرف ده من خلال مميزات المركب هنقول عليها دلوقتي او المادة الفعالة. اول حاجة المادة الفعالة ساموكسانيل 50%، والمادة بتبقى جوه الكيس بودر. الشركة المنتجة اجري ساينز ليميتد تركيا. طب الشركة المحلية والمسؤول عن التوزيع شركة ساند فالي. اهم بقى مميزات مادة الساموكسانيل او مبيد الكاسبرتين، اول حاجة ده مبيد جهازي، يعني بيشتغل في العصارة او بيتحرك في العصارة داخل النبات في الاتجاهين من اسفل لاعلى ومن اعلى لاسفل. بيقضي على جراثيم الفطر ويمنع تكوين الحوامل الجرثومية للفطر فترة قصيرة جدا. دي اول نقطة. تاني نقطة، بعد ساعتين من الرش بيدخل جوه النبات بالكامل، ودي ميزة مهمة جدا مش موجودة في مركبات كتير في السوق. الميزة التالتة، احنا طبعا في فصل الشتاء بيبقى الامطار على طول بتبقى موجودة، وطبعا لما حضرتك بترش مبيد والمطر بتيجي عليه لما دخلش جوه النبات بيتغسل وبيروح. طيب الميزة في كده في المركب دوت، بعد ساعتين زي ما احنا قلنا بيدخل النبات بالكامل، يعني لما جه مطر بعد ساعتين حضرتك مش محتاج ترش تاني. اما في مركبات تانية كتير بعد ساعتين او بعد 4 ساعات من الرش لو المطر جت بتحتاج ترش رشة تانية بعد ما المطر بتخلص، ودي ميزة مهمة جدا برضو في الكاسبرتين او مادة الساموكسانيل. الميزة الرابعة مهمة جدا، خلال 6 ساعات بيوقف الاصابة بالندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم او البياض الزغبي في القرعيات، بس بشرط وجود تهوية جيدة في الصوب او الانفاق. ده شرط مهم جدا، علشان كده التهوية عليها عامل مهم جدا لتقليل الإصابة من الفطريات سواء ندوة متأخرة أو بياض زغبي. كده 4 مميزات لمبيد الكاسبرتين أو مادة الساموكسانين مش موجودين في مبيدات كتير، فحضرتك بتدفع فلوس فلازم تاخد قصادها نتيجة. الكاسبرتين أو مادة الساموكسانين خصوصا بيوفروا لحضرتك حماية ممتازة وقضاء على الفطريات بصورة أسرع من أي مبيد تاني. نيجي النقطة بقى مهمة جدا في المركب، قابلية المركب للخلط، هل ينفع يتخلط مع أسمدة مبيدات ولا مينفعش يتخلط؟ ينفع يتخلط بس بشرط تكون المركبات التانية قابلة للخلط مع المبيدات. طب إيه أفضل مبيد بيتخلط معاه علشان يدينا فترة حماية أطول؟ مادة فعالة هيدروكسيد النحاس بتديك حماية من 7 لـ10 أيام، يبقى لما نخلط الساموكسانيل أو المبيد الكاسبرتين مع هيدروكسيد النحاس بيدينا حماية من 1 أسبوع لـ10 أيام، ودي حماية يعتبر في فصل الشتاء مهمة جدا، بتقلل عندنا الرش أو من تكاليف الرش للفدان. طب لو رشينا مبيد الكاسبرتين لوحده، في ناس ممكن ترش كاسبرتين لوحده،
طيب عشان اكون صريح معاك، مبيد الكاسبرتين بيديك حماية 3 ايام بس، لكن بوقف الاصابة في 6 ساعات. فعشان نطول فترة الحماية للنباتات بنحتاج نضيف معاها هيدروكسيد نحاس علشان نطول فترة الحماية، بتقعد معانا من اسبوع ل10 ايام. طب معدل استخدام قد ايه؟ هنستخدم قد ايه للفدان؟ الفدان بيحتاج 200 جرام، سواء حضرتك هتحطهم في 400 لتر ميه في 600 لتر ميه، الفدان ليه 200 جرام زي ما حضرتك تحط كميه ال 200 جرام على الميه اللي حضرتك هترش بيها الفدان، يبقى معدل الفدان 200 جرام من مبيد الكاسبرتين. او ممكن نخلط الكاسبرتين مع مركب الفوسفورو، ده عباره عن فوسفور مع بوتاسيوم، فوسفور الفوسفايد. طيب الميزه في كده ايه؟ لما بترش بوتاسيوم فوسفايد على النبات بيخلي النبات بيرفع المناعة بتاعته، بيكون أجسام مضادة للفطريات داخل النبات، وبالتالي بيحمي النبات فترة أطول. وبكده نكون عرفنا أهم مميزات مادة الساموكسانيل أو مبيد الكاسبرتين، وفترة الحماية بيديها للنبات قد إيه، وهل ينفع تخلط ولا لأ مع الأسمدة والمبيدات. ولو في أي معلومة مش واضحة بالفيديو ممكن حضرتك تكتبها في التعليقات اسفل الفيديو، نتواصل مع بعض ونحل المشكلة ان شاء الله، او نجاوب على التعليق. وبكده نكون خلصنا الفيديو، ولو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.